لمزيد من النقاش والتحليل ينضم إلينا من القاهرة السفير عاطف سيد الأهل. برحب بحضرتك سعادة السفير وأهلا بيك معنا على شاشة القاهرة الإخبارية. أهلا وسهلا يا فندم. خليني أبدأ بتصريح نتنياهو الأخير بأننا قد بدأنا تغيير وجه الشرق الأوسط أو شكل الشرق الأوسط، يعني تصريح بهذا الشكل، كيف تقرأ هذا التصريح؟ هذا التصريح سبق أن أصدره بنيامين نتنياهو بعد حدوث وقعة طوفان الأقصى، نفس التصريح بنفس الكلمات والألفاظ، قال إن احنا سنغير وجه الشرق الأوسط، وطالب أهل غزة في الفترة دي إن هم يخرجوا. ده التعبير ده استخدمه أعتقد في الأيام الأولى بعد طوفان الأقصى تماما. هو يهدف إلى عملية التغيير. إسرائيل لم تقبل في يوم من الأيام أن يكون على حدودها تنظيم زي حزب الله. لا بس خليني الأول أفهم من حضرتك ما هو المقصود تحديدا بتغيير وجه الشرق الأوسط، ومن معرفتك ودراستك إيه هي حدود هذا التغيير والمشمولين به؟ حدود التغيير هو إنهاء وجود دولة فلسطينية، لن توجد دولة فلسطينية، لأن دي بتتعارض مع الفكر الصهيوني والفكر اليهودي بشكل عام، وإبعاد حزب الله تماما عن الساحة الحدود الإسرائيلية تماما، وفرض نظام في غزة وفي الضفة الغربية يتلائم مع نظريات الأمن الإسرائيلية. هل هنا احنا بنتكلم على لما تصريح بهذا الشكل تغيير وجه مش مجموعة دول، هو بيتكلم على الشرق الأوسط، فهل هل هل معنى ذلك أن الفكر التوسعي الإسرائيلي التقليدي يعني هو يضع في الاعتبار نتنياهو ويعني من لف لفه وبيقول أن هذا المخطط أو هذه الحركة قد بدأت بالفعل؟ الظروف لا تسمح لإسرائيل إنها توسع بشكل زي ما هو بيقول إن يغير وجه الشرق الأوسط. طبعا الجيش الإسرائيلي جيش منهك في الفترة الحالية وبيعاني من مشاكل، والاقتصاد بيعاني من مشاكل، والسند الأمريكي هو السند الوحيد اللي مساعد إسرائيل إنها تقف وتحارب وفي دعم ومساندة. إنما من غير كده لا، أنا أعتقد إن هو ده كلام برضو قيادي سياسي بيريح بيه يعني ده كلام للاستهلاك والتباهي بانه يعني محاوله للتعويض عن ما حدث خلال السنه الماضيه. بالظبط، الاهانه اللي تعرضوا ليها في 7 اكتوبر هو بيحاول يدي صوره تانية، احنا قوه الردع الاسرائيليه. طب في هذا الاطار سعاده السفير، بتشوف ازاي الاستهداف الاخير لقيادي بارز في حزب الله؟ يعني انا بتكلم دلوقتي من يعني الاغتيالات تحديدا في الضاحية، بنتكلم على بداية من صالح العروري ثم فؤاد شكر الآن إبراهيم عقيل، بتشوف الاغتيالات دي في أي منظور؟ فكر الإسرائيلي قايم على حاجتين كتنظيم، بتمارس عملية تنظيم اغتيالات. إسرائيل منذ إنشائها سنة 48 وحتى الآن قامت ب 750 عملية اغتيال لقيادات وخبراء وعلماء من ساعة إنشائها حتى الآن. طبعا احنا مش حاسبين الجزء الأخير بتاع حزب الله، إنما في حزب الله دلوقتي العدد وصل لحوالي 430 نافذ من حزب الله في الجنوب، غير أنا بكلم عن ده في الفترة الأخيرة. الفترة الأخيرة 430 بالعدد، غير النهاردة، غير العدد بتاع النهاردة. هي بتقوم بهذا الفكر، وإسرائيل في عملياتها الحربية حسب ما كان جادي ايزنكوت اللي هو كان رئيس الاركان السابق، وده كلام قاله في بحث علمي 12 في معهد دراسات واشنطن لدراسات الشرق الادنى، قال فيه قبل كده ان احنا بنعمل عمليات حربيه ما بين الحروب، ودي عمليات ردع. يعني هو دلوقتي بيعمل، انا بشبه العمليه اللي بتحصل النهارده دي، دي عمليه حربيه بين الحروب، هو ما دخلش في حاله حرب كامله. هل ده توقيا ل يعني ان الولايات المتحده مش عايزاه او غير راغبه في حرب مباشره فيها اجتياح بري وهي رافضه هذه الفكره، فهو هنا بيلجا الى الالتفاف حول هذا الموضوع باغتيالات لاهداف
يرى أن الولايات المتحدة قد توافق عليها. الولايات المتحدة حط 7 مليون دولار على اغتيال إبراهيم عقيل، أو يعني على الوصول لإبراهيم عقيل. هو بناحيتين من الفكرين، في الولايات المتحدة مش عايزة تعمل توسيع لعملية الحرب في الشرق الأوسط، حرب شاملة، والطرفين نفسهم إسرائيل وحزب الله الاثنين مش عايزين يخشوا في حرب شاملة. يعني هما الاثنين بيعملوا عمليات ردع وعمليات قتالية وحروب صغيرة، عمليات حروب بين الحروب. يعني أنا بسميها حروب بين الحروب، عمليات حربية بين الحروب. إنما هما الاثنين متفقين تماما على أن ما فيش حرب شاملة هتتم في المنطقة، طبعا إلى جانب البعد الأمريكي والتهديدات الأمريكية والضغوط على إسرائيل. الولايات المتحدة الأمريكية الفترة اللي فاتت كان عاملة اتصالات كبيرة جدا مع إسرائيل ومع حزب الله، وكانوا حتى بيحاولوا يدوا نوع من الحوافز لحزب الله ان احنا هنعالج لك مشكلة الحدود ما بين إسرائيل ولبنان، ودي مشكلة قديمة موجودة من سنة 48، في نظير انك انت تتنازل عن مساندتك اللي هي كان الرغبة في العودة الى ما وراء نهر الليطاني، اللي بيتكلموا عليها، مش ده اللي حضرتك قصدك عليه؟ لا، هو كان جزء تاني كان متعلق بالحدود نفسها، لان حدود إسرائيل مع لبنان كانت في مارس 48 اتفاقية الهدنة، وكان بعد كده لما حصل وكانت الاتفاقية دي اصلا من سنة 23 ما بين الانتداب الفرنساوي والانتداب البريطاني على فلسطين ولبنان. ده كان 23 وتم الاتفاق عليها سنة 48، مارس 48. سنة 2000 لما حصل حرب لبنان اتعمل من خبراء الأمم المتحدة خط سموه الخط الأزرق. هذا الخط الأزرق ده اللي بيراقبه اليونيفيل دلوقتي. بالظبط، هذا الخط ضيع من لبنان 38 نقطة على الحدود. ففقدت من حدودها 38 نقطة. 38 نقطة الحدود اللبنانية، لبنان لا تعترف بهذه الحدود، حدود الخط الأزرق. بينما إسرائيل بتصر على أنها هي الحدود الدولية ما بين الدولتين. وده كان انعكس برضه حتى في الحدود البحرية، كانت في مشاكل في الحدود البحرية ما بين لبنان وإسرائيل. واستمرت فترة طويلة. وحصل خلافات طويلة جدا ما بينها، اللي هي النقطة 1 ولا نقطة 18 ولا نقطة 23 ولا نقطة 29. وتم الاتفاق في النهاية على النقطة 23 في المياه الإقليمية اللي تبقى في، لأن داخل فيها حقول غاز وداخل فيها بعض المنشآت الاقتصادية، وبالتالي بس اتحلت باتفاقية. وإن كان الحدود الأصلية عند نقطة 29 في المياه الإقليمية. هنا لما بنتكلم على مسألة الحدود، هل احنا بنتكلم على يعني حزب الله بيقدم نفسه باعتباره أنه حزب مقاوم، وبيقدم نفسه باعتبار أنه هو الذي استطاع مزارع شبعة وما إلى ذلك؟ اللي حصل في الفترة الأخيرة ده إلى أي مدى ممكن يكون يعني الحزب قد اهتز قليلا أو كثيرا؟ الناس لا تقرأ كثيرا. في تصريح طلع في سبتمبر 23 من حوالي سنة بالضبط من يوسي كوهين رئيس الموساد السابق، قال فيه جملة لأحد المواقع العبرية اسمه موقع ماكو. هذا الموقع قال فيه ان احنا يجب ان نسيطر على سلاسل التوريد لحزب الله. لم ينتبه احد الى هذه الجملة، ان احنا هنحاول نسيطر على سلاسل التوريد لحزب الله. وبالتالي هم تدخلوا في هذه العملية واداروا القصة بشكل ما، شكل سبراني، شكل اتفاقات. انا بقول عليه انه هجين، لانه مش سيبراني يعني خالص، وما هواش ايضا تفجيرات خالصة، هي يعني تفجيرات مستخدمة فيها السيبرانية بشكل او باخر. هم متقدمين في هذا المجال، وعندهم مجموعة 8200 اللي بتشتغل على التكنولوجي في هذا المجال، الاسرائيليين اقصد يعني، وعندهم شركات تحت مسميات مختلفة. يعني هو داخل في شركات مجارية وشركات بلغارية وشركات تايلندية، عنده مجموعة شركات بمسميات مختلفة بس هي تحت سيطرة الموساد، بيستثمر فيها، فهو بيشغل هذه الشركات، وخاصة الشركات اللي شغالة في هذا المجال، مجال السبراني بشكل عام. يعني تفتكر انه يعني ما حدث من اغتيالات او موضوع البيجر او موضوع اجهزة اللاسلكي، ده بيشير إلى خلل في التماسك الأمن، أمن حزب الله يعني؟ في خلل في المنظومة، في خلل في المنظومة الأمنية طبعا، مفيش جدال.
برضه في فرق في زي ما بنقول احنا في فرق في السرعات. في دوله في عندها نوع من التقدم في هذا المجال وده حزب برضه ليه امكانيات محدوده بيمول من ايران وعنده بعض الامكانيات المحدوده يعني كل شغله بيعتمد على ايران بشكل عام يعني هو وكيل لايران وبالتالي لا في فرق كبير فهم عندهم في خلل امني في خلل امني كبير فتره طويله يعني حصل اكتر من عمليه اغتيال حصل بيحصل الخلل كبير وبيتم اصطياد القاده بتوعهم سواء في الخارج او في الداخل انا اعتقد ان هم يعني مش متلائمين مع ما يدور في خلد الجانب الاسرائيلي مش مدركين الفكر الاسرائيلي شغال ازاي. بالعوده لمساله الاغتيالات والبيجز والاختراقات وما الى ذلك قريت تحليل بيقول ان هذه الاجهزه كانت موجودة مع عناصر حزب الله من 3 أشهر فاتت هذه الأجهزة أمدت الجانب الإسرائيلي بمعلومات لا حصر لها ومن الحركة والتماسك وسرعة رد الفعل ويعني كل هذه الأمور وبالتالي قدروا حجم الاغتيالات اللي حضرتك اتكلمت عنه 400 وشوية في الفترة اللي فاتت وأيضا ما حدث في النهاردة من إبراهيم عقيل حزب الله ممكن يرد إزاي؟ طبعا زي ما سيادتك بتقول هو ده يرجعنا برضو لتصريح يوسي كوهين إن هم هو خطط وعمل حط الفكرة من سنة وبدأ ينفذها وبالتالي هم اشتروا الأجهزة دي وهي أجهزة مفخخة كلها حزب الله اتفضل يا فندم ده في 5 مراحل في القصه دي يعني شراء الاجهزه يعني الاول الذهاب الى الشركه التايوانيه 2 حصول على توكيل من الشركه التايوانيه 3 بعد فتره الحصول على اذن تصنيع من الشركه التايوانيه بعد ما وروهم الجهاز اللي هم قالوا عليه متطور ثم يعني ان يعرضوا هذه الاجهزه على يمكن اللي حضرتك جادي ايزنكوت اللي حضرتك بتتكلم عليه سياده المشتروات ان ده جهاز افضل وارخص ثم ان اشترى الجهاز الحصول على معلومات ثم التفجير. اما هو كل ده بيترتب يعني دي اجهزه استخبارات عاليات التقنيه بتجهز كل الكلام دون وليها شركاتها وفروعها وعندها ناسها وعندها مخلصين وناس بتتابع وخططوا تخطيط كويس فيها. يعني وصل المرحلة ان هم يقدروا يقترقوا المجال في اسرائيل في حزب الله ويساعدوهم على انهم يستخدموها ويبداوا بعد كده يطوروا بقى يشغلوا العمليه دي ازاي في المستقبل يعني يعني هم حطوا الخطه اعتقد ده من السنه اللي فاتت وعرفوا مين اللي بيستخدم هذه الاجهزه خاصه لما سمعوا تصريح نصر الله او تعليمات نصر الله لكل القيادات الحزبيه بتاعته ان ما حدش يستخدم الايفون وقال لهم ارموا التليفونات وارموه ادفنوها زي ما هو قال في التعبير بتاعه فهم اشتغلوا على الجزء الثاني اللي هو الاجهزه البيجر والاجهزه الثانيه ان هو يفجروها ويحطوا لها مفجرات معينه او بطريقه ما لغايه دلوقتي الامور مش واضحه هي اتعملت ازاي ان كل شركه بترمي على الشركه الثانيه الشركه التايوانيه بتقول انا مديه توكيل لشركه في المجر وشركه المجر بتقول انا مجرد موزع بس اكتشفنا بعد كده ان شركه المجر دي اندر الموساد شغاله موساد اندر كفر وشركه تانية بتقول لا بلغاريا داخله في القصه وفي قصص كتيره داخله في الموضوع انا اعتقد المواضيع دي هتظهر كلها قريب جدا يبان مين بيشغل مين وهتظهر العمليه في تحليلات كتيره موجوده في الموضوع ولكن هم خططوا ونجحوا في انهم يخترقوا الامن الحزب الله السبراني انا برضو هقول سبراني مره ثانيه معلش حزب الله ودخلوا واخترقوا وقدروا ينفذوا عمليات ودي عمليه حتى نفس حسن نصر الله قال دي اول مره تحصل صحيح صحيح هي هي, 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 هي غير مسبوقه على المستوى العالمي يعني اسمح لي حاجه غير مسبوقه جدا اسمح لي اشكر حضرتك شكرا جزيلا سعاده السفير عاطف سيد الاهلي سفير مصر الاسبق في اسرائيل على وقتك وعلى ما تفضلت به من معلومات